أعلنت وسائل إعلام جزائرية اليوم الثلاثاء عن وفاة الصحفية الجزائرية سمراء بوعلام الله بعد صراع طويل مع المرض. وقالت صحيفة أخبار الوطن الجزائرية في بيان نقلته وكالة سوا الإخبارية عن وفاة الإعلامية بقناة دزاير زيوز سابقا سمراء بوعلام الله، حيث لم يتم الكشف الرسمي عن سبب وفاة الراحلة. وشغلت الإعلامية الجزائرية بوعلام الله بالعديد من الصحف والقنوات الجزائرية الكبيرة، حيث تعتبر من الإعلاميات المميزات في مجال الإعلام في الجزائر، كما قدمت برامج مسابقات. وتمتلك الجزائر أكثر من 45 منشور مستقل باللغة الفرنسية واللغة العربية، بالإضافة إلى 4 صحف قومية، 2 بالفرنسية و2 باللغة العربية. ولكن تقوم الحكومة بمراقبة كل المطابع والإعلانات، ويتم نشر الصحف في الجزائر بثلاث لغات هي العربية والفرنسية والأمازيغية. وتتميز أغلبية المواد المطبوعة بأنها ملكية خاصة، وتنشر أيضا في الصحف وعلى الإنترنت يوميا ما عدا يوم الجمعة يوم الأجازة الإسلامي. وتتيح الكتابة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية إلمام المدونين الجزائريين بمواضيع اجتماعية وثقافية وسياسية ورياضية. كما أشارت إحدى الصحف في أواخر عام 2008 فإن هناك أكثر من 5000 مدونة جزائرية.